السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزيل. اليوم الحصة تاعنا وين نقولوا بلي وين حافظ الراجي، يعني في تصريحات يعني على النجم المصري محمد صلاح كانت خجولة جدا، يعني وهذا طلبي يعني من على المشرف هذا وين نتكلم عليه، وين يتطرق الإعلامي الرياضي الجزائري حافظ الراجي في حلقة جديدة من برنامجه الأسبوعي. الراجي الذي يبث عبر منصته إلى العديد مواضيع رياضية والتي شهدها الأسبوع الماضي، وتحدث الراجي عن اللقطة المثيرة بين المدرب المنتخب الوطني الجزائري ولاعبي سعيد بن رحمة خلال مواجهة الكلاسيكو بين الجزائر ومصر والتي لعبت يوم الاثنين الماضي، احتضنها الملعب بن زيد بمدينة العين الإماراتية وانتهت بالتعادل هدف لهدف. وقال الراجي عن هذه اللقطة، ويشد هذا المدرب قميص بن رحمة ما أثر جدال في الجزائر وقسم آراء لفريقين، يعني بين منتقد ومتفاهم. كان على هذا المدرب الاعتذار لبن رحمة لينتهي الجدال، لأنه لا يوجد أي سبب يجعل هذا المدرب يتصرف بذلك الشكل إلا لسبب يعني الضغوطات التي يعيشها المدرب والجمهور الجزائري. وعاد الإعلامي الجزائري عن حديث الفيديو الذي نشره قائد المنتخب مصر والنجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي تحدث فيها عن الأحداث في غزة وانتقاد الراجي الفيديو صلاح قائلا: خروج صلاح وكلامي في هذا الوقت والضجة الكبيرة التي أثرها يؤكد مدى أهمية هذا الشخص، لكن كلمات التي اختارها في التعبير عن تضامن لم تكن يعني مناسبة وليس ما كنا ننتظره. وأضاف: خروج صلاح كان محتسم، يعني محتشم على الرغم من أننا نتفاهم ظروفه، لكن قوله يعني صعب خروج والحديث في هذا الوقت يجعلني أقول له: لماذا صعب يا محمد في مثل هذه الظروف؟ أعتقد أنه سهل جدا حديث أحسن من السكوت. وتناول الراجي أحداث التي وقعت مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف عطال، والذي تعرض إلى عقوبة إيقاف من قبل فريقه نيس الفرنسي بعد نشره بعض المنشورات عبر حسابه الرسمي في الانستغرام، يعني وتراجع وتسامح. وقال الراجي بهذا الخصوص: مدينة نيس تعد الأكثر عنصرية في فرنسا، وهذا ما تؤكده كل مرة، حتى بنزيما وهو فرنسي الجنسية لم يسلم من شر هؤلاء عندما اتهم بانتماء لجماعة إخوان ووصل إلى حد مطالبته بتجريده من جنسية فرنسية. مضيف: مطالبة يعني بتجريد بنزيما من جنسية فرنسية ليس جديد عليهم، فقد شاهدنا ذلك في الكثير من المرات، وقد حدث أيضا عندما كان في صفوف المنتخب الفرنسي، لكن عندما يسجل أهداف يعادنه يعني يتكلموا عليه كأنه فرنسي، لكن عند حلول أي مشكلة يعودون إلى ذكر أصوله الجزائرية وبأنه مسلم. وأشار إلى أن ما يحدث مع عطال وبنزيما وغيرهم من لاعبين العرب والمسلمين، يعني خاصة في ألمانيا مع بايرن ميونخ ومع مينز، يعني هذاك اللاعب المغربي الأصل، يعني ماذا كيف كانوا وين تلقاو صعوبات كثيرة، وما هو إلا دليل آخر وقاطع على كمية الحقد الكبيرة والكراهية التي يحملها هؤلاء للمسلمين والعرب. واختار المعلق حافظ الراجي المنتخب البرتغالي كأحسن منتخب خلال هذا الأسبوع بالنظر إلى ما يقدمه مع مدربه مارتينيز وقائده كريستيانو، ما جعله من بين أحسن منتخبات العالم رفقة المنتخب الفرنسي حسب كلامه. فقال: المنتخب الأرجنتيني يمكن اختياري أيضا من بين
أحسن في الأسبوع بعد تحقيقه انتصاره الرابع في التصفيات الأمريكية أمريكا الجنوبية والمؤهلة لكأس العالم. البعض يعد المنتخب الإنجليزي من بين أحسن بعد أن أطاح بإيطاليا في مواجهة التي جمعتهم على الملعب ويمبلي. وتحدث الدراجي أيضا عن أسوأ منتخب خلال فترة اللعب الدولي، فقال المنتخب التونسي كان سيء أيضا هذا الأسبوع، إضافة إلى إيطاليا التي تعقدت مأموريتها في التصفيات الأوروبية. منتخب تونس لم يتمكن من الصمود أمام كوريا الجنوبية واليابان على الرغم من الفوز الكبير الذي حققه سابقا ضد المنتخب المصري. وقال الدراجي أن كريستيانو استحق أن يكون لعاب الأسبوع بالنظر إلى ما قدمه من أداء ومستوى هذا الأسبوع، ما جعله يحطم المزيد من الأرقام القياسية هذا الأسبوع، ما جعل وهو في سن 38 سنة. كما قال أن ميسي هو الآخر كان مميز مع المنتخب الأرجنتين، وجعل الحديث والجدال يفتح مجددا بينه وبين البرتغالي كريستيانو بعد أن أصبح الأرجنتين أحسن الأرجنتيني أحسن هدف في التصفيات أمريكا الجنوبية، متفوق على الأوروغواني لويس سواريز. يعني الناس وين الناس وين يتقدم في مباريات، يعني هذه هي وين هذا هو الحافظ الراجي، يعني المحصول تاع الأسبوع كامل. بس أبرز يعني هو صلاح ولقطة يعني المدرب مع بنزيما اللي خلات الكثير من الجدال. أي مكان حتى مشكلة، ممكن حتى مشكلة أخويا، حاسبين سهلة ولا تشوف لي مشكلة؟ هي ماشي مشكلة. شوبير يوسف، يوسف غادي يلعب كوب دافريك عطال، ممكن مدرب ولا يوسف يلعب شوبير خاطش عليه طردوه، ما غاديش يلعب هادي شهرين. هاكي يسهل عليها ليس هلا لي خويا، ليس دخلنا بيلعب هيلعب اهوات خطره بليلي، بليلي مكاش كاع كان محبس ودار لعب تيتي لو لعب ودار بالرحمه رو بلاص وتحس هذاك يا عصر. اي غوارديو غادي يولي بليلي غادي يولي يلعب والناس تولي تلعب صاي سي بون. يا أخوي وانتم تشوفوا بها صعيبة ولا وانتم كنتم تشوفوا فيها كل شيء جاي في بلاصته يا اخويا، قال ولا تتبان قال يا جماعه اسانسونا يعطيهم الصحه. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما
معكم باش جديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظنا ويحفظكم.